من شر الوسواس الخناس. وسواس وسواس ممكن تعني أمرين. الأمر الأول مصدر الوسوسة، يعني أنت تستعيذ بالله من شر مصدر الوسوسة، وسواس، لاحظوا مش وسواس، وسواس اللي هو مصدر الوسوسة، أو اللي صار، أو الوسوسة نفسها، يعني كأنه صار الشيء اللي بوسوس هذا صار هو نفسه وسوسة بعينها. فالاستعاذة من مصدر الوسوسة ومن الوسوسة، من هون قال وسواس. وإذا بتلاحظوا في تعبير وسواس فيها تكرار، وسواس فيها تكرار، فيها مبالغة، زي ما تقول زلزال. ليش قالوا زلزال أو زلزال الأخري؟ زلزال لأنه بهز، بتكرر 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 بتكرر، ولا لو مرة واحد الحركة، لو مرة واحد الحركة ما بقولوا زلزال بشك. تمتم بتمتم لأنه مش مرة واحدة، بكرر. والوسوسة فيها تكرار، الوسوسة فيها تكرار، لذلك لاحظوا التعبير وسوس وسوس، زل زل، تم تم، لأنه بكون فيها إيش؟ تكرار، بكرر. وفيها مبالغة حتى نفهم الآن. طبعا شو هو الوسواس؟ الآن لاحظوا الوسوسة كأنه شيء حديث داخلي من النفس نفسها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا الإنسان ممكن يكون وسوسة منين جاي؟ من النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إذا هو من جواه ممكن، وممكن من خارجه تكون الوسوسة، ممكن الوسوسة من خارجه. إذا من شر الوسواس، سواء كان مصدر الوسوسة أو الوسوسة نفسها اللي بتكون من داخل النفس، يعني تنبثق عن النفس البشرية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أو جاي من الخارج الوسوسة، جاي من الخارج بقوة خارجية. بس واضح إنه التعبير وسوسة فيه خفاء. وأول ما بدت المعصية البشرية بدت بوسوسة، فوسوس إليه الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، لهما آدم وحواء، فوسوس إليه آدم، أوسوس لآدم. أول معصية ارتكبها البشر نتيجة التجاوب مع الوسوسة اللي كانت خارجية، هون كانت هون من قبل إبليس، كانت من قبل إبليس. إذن هذه معناته قضية مهمة. إذا كان أول معصية وقع فيها الإنسان كان استجابة لوسوسة، ثم هون في آخر القرآن الكريم ختم بإيش؟ إنه إحنا نستعيذ من شر. البداية كانت أصلاً وسوسة، وكانت وسوسة خارجية، النفس البشرية تقبلتها وتجاوبت مع هذه الوسوسة وحدثت المعصية الأولى من آدم. فوسوس لهما الشيطان، فوسوس إليه الشيطان البداية. فهو إذن حديث، على فكرة هذا الحديث الداخلي، الحديث الداخلي يمكن تسميته قول، قول. فأنت تقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. إذن الوسوسة حديث داخلي خفي يأتيك إما من داخل نفسك أو من خارجها، من خارجها. هذا الحديث يمكن تسميته قول، نعم، بدليل فوسوس إليه الشيطان قال، لأنه هاي قال إيش يعني إيش كانت الوسوسة؟ قال. ولذلك كان في
من مدة بسيطة الأخوة عم بفرقوا بين القول والكلام. أي معنى أنا بوصل لك إياه، أي معنى بوصل لك إياه، هذا قول. ولذلك لما مريم عليها السلام قيل لها إنه أنت لما بترجع عند أهلك وبصير يقولوا لك إيش هالطفل هذا، بتأشري لهم إشارة، بتقولي لهم أنا صايم 3 أيام، أنا صايم 3 أيام. طب إذا قالت أنا صايم، بعرفش يعني بلغة الصم والبكم هيك ولا لا، أنا صايم 3، إذا وصل المعنى إليك معناته قول. إذن القول أي شيء أنا بوصل لك إياه. ولذلك هي لما وصلت شو قالت مريم؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي. طب كيف بدها تقول؟ بالإشارة. فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا معناته الكلام فيه نطق، بس القول مش بالضرورة نطق. انتبهنا؟ فقولي، ممكن تقول لهم هاي قالت بس ما تكلمتش، إني نظرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا. احنا عساس خلطنا بينها وبين زكريا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طب الوحي قول، اللي هو الإشارة قول، لأنه بوصل معنى، بوصل معنى. هل هو كلام؟ لا. هون فقولي بالإشارة إني نظرت للرحمن صوما ما يدخلش في مخكم إنه 3 أيام، خلطنا بين زكريا ومريم. طيب فقولي إن نظرت للرحمن صوما فلن أكلم. إذن هي ما كلمتش ولكن قالت. لما عرض في يوسف إيش؟ بس هو قال في داخله، المعنى كان في داخله، قال أنتم شر مكان، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. طيب وفي نفس الوقت لما قال الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. على أي صورة قالتا؟ تكلموا؟ لا، ما بحكيش عن الكلام، بحكي عن القول. الذي فهم منه إنه بتحمل أمانة ولا بتحملوش، بلكن يجيها في التفسير هاي إن شاء الله.